يلا هلا عم نعمل الشباب صبايا كمان ساندويتش شيش طاووق يعني دجاج على الفحم اكيد ما حدا غريب كلها اهلي محليه اليوم مهرجان والعام مع شباب الطيب والصبايا كلهم في العالم المهرجان اللبناني اليوم بالرياض هذا الدجاج شغل مين كله ساندويتش واحد ويصير ياخذوا منه واحد ورا الثاني يلا عم بلش يستورد منه الشباب شو رئيس كيف المعلومات عندك؟ عم سخن الدجاج هلا عم شوي مسخن حتى ضل سخن يطلع دغري للزباين للجماعة الجايين يشوفوا المهرجان يكون كله سخن كله عم يشتغل